اليوم رح بلش بأول فيديو، رح نتعرف على الزلم يلي هو أكتر انفتاح بلبنان. عن جد هو بمثل شورة كل رجال لبناني. كان ببروغرام أنا هيك مع نيشان. وعن جد كان نيشان مستضيف أكيد أشخاص بيكمعوا المرة، بس هذا الشخص أثبت عن جد عن انفتاح. شو بك عم طلع فيه؟ يلا خلي أشوف الفيديو. أو أختي ممنوع. ممنوع ممنوع تلقائيا. لا طبعا ممنوع. ممنوع الفيسبوك. ممنوع. ممنوع. ممنوع تويتر. ممنوع. ممنوع انستغرام. اي تواصل اجتماعي ممنوع. ممنوع فيسبوك. ممنوع كل التواصل الاجتماعي. يعني ابن خالتها حتما ممنوع. ابن خالتها ممنوع. لا 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 ممنوع. ممنوع حتما ممنوع. مرتك تشتغل؟ لا ممنوع حتما ممنوع. ممنوع تشتغل باي شيء حتما ممنوع. تحضر برامج فنيه مرتك ولا ممنوع؟ ممنوع. يعني مايا دياب ممنوع. ممنوع ممنوع كليا. ممنوع 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 ممنوع. واو ممنوع ممنوع. عبدو مين ما اشتاق له لعبده؟ صراحة صار لي زمان مش حاطط له فيديو. كثير اشتقنا له. اليوم رح احط لكم صار لك زمان لانه انت مقصر معه ولا هو مقصر على الهوا؟ رح اقول لك صراحة او تي في كانت مطفية عنا بالبروجرام اللي بنشوف فيه اوكي فمشان هيك لحقت حالي بشهر جبت له البست اوف تبعه. قال له محشش عم يدهن باب اوضته بقى اجى بيو قال له يا بيي حط جريدة تحت اجريك قال له لا لا يا بيي ماشي بحال عم بقدر طال. قال جاي عبالي يصير مليونير مثل بيي قالوا لي بيك كان مليونير قالوا لا بس كمان كان جاي عباله. قلت له البوس منيح للبرد قال له مرت عطتك عمره من زمان في مجال بوسك إلك مشان اتحسن ردت عليه تبوسك حية. تعرفوا ليش المهضومين بيضلوا مشغولين؟ ليه؟ بس افضل بخبركم. رح ننتقل هلا رح تحبني كثير انت بهيدي الفقره لانه جمعت الزحطات التلفزيونيه الكثيره وحطيتهم بيزاب واحد خلينا نشوف. يا انا؟ شو يعني نفقات سريه بالموازنه؟ فيك تقول لي مثلا نفقات سريه مثل العادات السريه. ما عليك لا فيك تحكي عنها انا ما كان بس بتمارسها. كاترين اهلا وسهلا. بيتغزل فيك ليك اول شيء في سلام. لحظة 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 كاترين مين بيتغزل فيي يعني مش ضروري عدو يقول بفتح لك هلا السوشيال ميديا. بعرف شكلك كثير مسالم بس انا اهم واحد فيهم يعني بعد ما يجربوا بس انا اهضم شيء بهيدا. بكل تواضع بكل تواضع. اجين تنفرجي القصص البيف كافتون سوري البيتش كافتون بيف بيقلب بيف ما بعرف بيتش كافتون ليك وشو مهضوم كل يوم صباح النور صباح الورد نغيره شوي صباح الياسمين صباح الخير بدك احلى من الورد وهلا خلص اذا فخدوا هالقد يا راس بما انه مسيرتك كثير كبيره وخاصه هيدا عنا انا امي مع تسعة دان كرتيه انا امي مع تسعة دان كرتيه وزال يعني قلت له كسلان سوري انا شفتوها ونا يس هون تسعة طلع معك تسعة تسعة هون تسعة فيني اعترف على الهواء انا كنت حمار بالمات كنت حسنت وانا لا هو المشكل مش انه كنت المشكل انه بعده جوزيف جوزيف كنت حمار لا بعدني حمار منى ما تعتلي هام بالمات بالمات طب ما يلاقوا لك اياها بس لا بس الفوديه مش معقول شو مهضوم فيليب مش معقول فيليب عن جد فيليب از جريت تونايت فيليب يعني هو وعبده مهضوم سعيد طيب ما بعرف اذا وصلتكم بس عن جد بالخليج طلعت دعايه كثير حلوه للبسكوت ايه بسكوي تبع الشاي بتعقد هلا حيت الله ولحد هلا بلت شاو لانه بلت شاو عن جد زبلوها اللبنانيه اجا قد ما هذيك السنه رقصنا عليها وحبيناها هي اغنيه ثوريه رجعوا عملوا لها اذا بدك اعطوها حياه جديده مع هالدعايه بلت بشاي حدا شافها؟ شفتوها كلكم؟ شفتوها؟ رح نشوفها للي ما حدا شافها، ليتا شوف
بيتك قاعد طب شمت قاعد بالله بشاي بالله بشاي بالله بشاي شاي شاي كنت بسكوت مع شوية بعد غادي تلقى احلى حالي وبوقت الدواء لا تكفر كلا بالله بشاي بالله بشاي بالله بشاي شاي شاي أول مرة أنا بشوفها أول مرة بتشوفيها ضلي بتجنن بس حلوة كتير الدعاية بس نايس بتلعبوا بوكر مع شاي ولا بتلعبوا ورق بس ورق طاولة بوكر ورق مع شاي بس أنا صراحة كتير زعلت ليه؟ لأنه هيدول قوة الفكرية لأنه أنا عامل دعاية دجا من قبل هي زيتها؟ لا مش هي زيتها بس إنه ما بستوحوا شو بتبلى؟ شارل حلوة في محل حبيبي عبد اني واي حبيب قلبي انت عبدو هي ضروري نضربك اياها وعده لانه نحن عاملين دعايه من قبل انت ما كان معك خبر جبتك على الكروما ورقصت لدعايه ما كان معك خبر انت شو هي بس هي دعايه لمحل فريج اسمه هوت تشيكس انت قلت لي اهبلها شوي ايه اهبلها شوي قلت لك تعال اهبلها شوي صح وهبلناها مع بعضنا فهيدي كانت النتيجه ان شاء الله تحبوها بدك تعيشة تيجي بريشة بلا شوي بلا شوي بلا شوي 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 بدك شاورما والله بسطرما بدك تروح لعند هوت تشيكس ندهر ميشة يحرق حريشة بلا شوي بلا شوي بلا شوي 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 ما تكون غنوش طعمي يا فروش بدك تروح لعند هوت تشيكس ما تكون غنوش طعمي يا فروش بدك تروح لعند هوت تشيكس بعد فيديو عم تهبلها شوي تكون عندك فرصة تربح 10,000 دولار من هوت تشيكس هوت تشيكس كتر توم وانسى يومين حلو صوتك حلو صوتي عن جد حلو صوتك في دو